طيب حضرتنا اليوم عن داتا انتجريشن، نشوف شو هذا الداتا انتجريشن، قديش سهل وصعب، قديش مهمة وشو بتعمل. طبعا المحاضرات السابقة كانت عن خدنا أول شيء XML كتري داتا موديل، بعدين أخذنا RDF كتري داتا موديل، أخذنا الأويل، أخذنا سباركل، أخذنا RDF ستورز، شو مشاكل كويري جراف داتا، شو تعقيدات. هلا بدنا نوقف شوي، أو خلينا نقول خلصنا الجزء الثاني من المادة اللي هو الجزء الأول كان XML، الجزء الثاني تري الجراف داتا موديلز. هلا لما ندخل في الجراف داتا في داتا انتجريشن ببين عنا وكأنه هاي تطبيق، يعني هذيك تكنولوجيا، هاي مشاكل واقعية، كيف نستعمل التكنولوجيا هذه لحل هاي المشاكل. يعني هاي بنسميها مودرن ابلكيشنز. هاي انترودكشن عن الداتا انتجريشن. انا مش معني هون بهذا الجزء من المحاضره اورجيكم حلول، انا معني ايش اورجيكم المشكله بالضبط. شيء طبعا المحاضره موجوده على موقع الكورس، توجدوها ريكوردد، فيديو ريكوردد، نازل سلايدز. مشكله الداتا انتجريشن كالتالي، هذا مثال انا جايبه من مثلا حكومه، وهلا كل واحد منكم يبلش يتصوره في داخل مؤسسته او المؤسسات اللي تتعامل معها مؤسستكم. في عندنا على سبيل المثال بدنا، لو احنا عندنا بدنا ناسس محطه راديو، شو بلزمنا احنا نروح، وين نروح نسجلها، وين نروح، شو بدنا نسوي عاده، وين بنروح نسوي هالشيء. بلزمنا الغرفة التجارية، مظبوط، نسجلها بالغرفة التجارية لأنها هي شيء تجاري وصناعي. بلزمنا كمان وزارة المالية، بلزمنا ناخذ مشتغل مرخص من وين؟ أو نرخصها كشركة، وزارة الاقتصاد. بلزمنا كمان ترخيص من وزارة الإعلام، والترددات من وين نرخصهم؟ وزارة الاتصالات. يعني أنا بروح على هون مثلا خمس مؤسسات، لما أنا بلزمني ايش اسوي؟ اسس محطة راديو وعليها كيس. خلينا نشوف شو المشكلة. طلعوا كيف الداتا مخزنة مثلا في ثلاث مؤسسات، في ثلاث من هاي المؤسسة، في ايجنسي 1 البرايمري كي او كي تبعه ايدنتيتي، كيف مسجل، شو رقم التسجيل؟ R25631. طلعوا السكيما شو بتقول؟ في عنده نيم، شو النيم؟ راديو الامل. التايب شو بكون مخزن عنده التايب تبعها؟ شو؟ راديو ستيشن. وين انت انا وين مسجلين؟ السيتي رمل. في مؤسسه ثانيه طلعوا هان اسمها اي دي في السكيما، في الثانيه بي اي دي، بجوز قصدهم بزنس اي دي، ما بعرفش شو رقمها؟ لها رقم ملوش علاقه بالرقم الاول. شو اسم البزنس؟ اسمعوا هاي، طلعوا السكيما هاي اسمه بزنس نيم، هاي اسمها نيم. شو مكتوب؟ مش راديو الامل، مكتوب الامل برودكاستنج. التايم هون مع اسمها اكتيفيتي تايم. على فكره اكتيفيتي تايم مش دائما تايم، هذا بجزء الحاله هاي واضح انها بجزء من الماتش. شو مسجل؟ مش راديو ستيشن، راديو برودكاستنج. وهاي مش سيتي، شيء ثاني. وشو العمال تبعها؟ رام الله اند البيري، اللي سكان رام الله مرات بسموه ساكن في رام الله، مرات ساكن في رام الله في البيري، ومرات ساكن في رام الله سلاش البيري. هيك الناس بتسجل، اذا انتم بتطلعوا على كل ملفاتكم هيك بتلكم. في مؤسسة ثالثة اسمها اي دي، زيها. طيب لها رقم بيت، اسمها كومباني نيم في السكيما، اسمها هون مش الامل برودكاستنج الامل، هون كومباني تايم برودكاستنج ستيشن. لوكيشن وين؟ البلور. تخيلين كيف
كيف لما نخزن نفس المعلومه في اكثر عن نفس الشيء في اكثر من مؤسسه. طبعا اكيد عندكم امثله وتعقيدات اخرى ممكن تطلعوا لي اياها، مظبوط؟ طيب المشكله هون لو جينا نطلع على المشكله نلقى فيه اكثر من اختلاف. في عندنا اختلاف في النيمينج، اول شيء في النيمينج بمعنى لو نطلع على السكيمه هاي نيم بزنس نيم كومباني نيم، في عندنا ديفرنت نيمز صح؟ ومين قال حتى انه لو هنها نفس الاسم لو نيم نيم انها نفس المعنى؟ فعندنا مشكله مينينج انه في السكيمه هاي يبقى مستعمل كلمه ونفس الكلمه في السكيمه الثانيه ولكن بتكون المعنى تبع الكلمتين هذول مختلف. في عندنا الداتا المسجله سوري لازم اضيف هون شغله للداتا ستراكشر بيحكي هون. انا بس عشان اوضح هذا فيري 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 سمبل اكزامبل اكستريملي سمبل اكزامبل، بس في حالات ثانيه الداتا مخزنه بتكون ديفرنت سكيما ديفرنت ستراكشر يعني فعندنا ديفرنت نيمينج ديفرنت مين يعني ديفرنت نيمينج يعني اسمين مختلفان عندنا حتى لو نفس الاسم ديفرنت مينينج. عندنا مشكلة داتا ستراكشر بيختلف، عندنا الداتا نفسها الريجستر داتا نفسها هون مسجل شيء وهون شيء نسونا من السكيما يعني الانستنس نفسه الريكورد نفسه بيختلف زي هون الفاليو وهون رمل الفاليو نفسها بتختلف. حتى لو كانت الفاليو بتختلف برضه لعدة أسباب إلها مرات الاسم مختلف نتيجة بكون بس المقصود نفسه ومرات مسجلة two different names بس بيكونوا نفس الشيء وهرم مثلا. هل هاي هي very simple demonstration على مشكلة الداتا integration. هل هاي المشكلة بتواجه الشركات مظبوط ولا لا؟ طيب قبل ما انتم تجاوبوني لانكم كل واحد منكم بجاوبني هلا لو اسالكم في مؤسساتكم ولا احنا فلسطين مؤسساتنا جزء صغير بعرفش قديش مشكلة في الداتا انتجريشن، بس لو اخذنا على السكيل العالمي في احد المجازينز المهمه جدا جدا في 2002 طلع التقرير صار ريفرنس لاكثر من شيء حللوا انه شو اكثر اكتيفيتي ممكن فيه على الشركات والمؤسسات. طبعا احنا بنحكي بالاي تي، هل هي سي ار ام تعرفوا يعني كاستمر ريليشن شيب مانجمنت، ولا هل هي النولج مانجمنت، ولا هل هي مثلا تريننج بيبول، ولا هل هي ان ندخل تكنولوجيا جديده؟ تعرف شو اكبر مشكله؟ اكثر شيء بكلف الشركات انتجريتنج سيستمز اند بروسيسز. 36% من تكلفه الاي تي بالشركات بمشاكل ايش؟ مشاكل انتجريشن. هذا 2002. وعلى فكره هاي المشكله مش حتنتهي ما دام الناس مختلفه عن بعض، ما دام في حاجه للانتجريشن، لانه الواحد ببلش مرات صغير وبعدين بيكبر اهتماماته بتكون اصغر بسجل الداتا زي ما بده وبعدين بروح اعمل انتجريشن معاه. يعني اصلا المشكله ما لها حل جذري اصلا انها يعني ما تبقاش موجوده. فهي مشكله كثير مهمه في عالم صناعه البرمجيات ولا في اي مؤسسه مهما كان تخصصها تدخل الاي سي تي عندها مشكله الانتجريشن هي مشكله الاعظم. هلا هناخذ بعدين في محاضره عن لينك داتا انه مع وجود الانترنت زادت المشكله. قبل الانترنت وقت المشكله لسه اقل زي ما كنا نحكي على كلها مشاكل داتا بيس، بس هسه صارت المشكله اعظم لانه صار في انترنت. ليش يعني صار ليش مش الانترنت اللي خلق المشكله هو خلق جزء من المشكله، بس الانترنت هو عباره عن اسلوب جديد للناس
تتعاون مع بعض، تتعاون يعني تتناقل داتا، وصار اليوم الابلكيشنز كلها بتستخدم الانترنت، اذا فيش انترنت الابلكيشن بيشتغلش صح؟ يعني معناته الابلكيشن اللي بايدك بده يحكي مع مؤسسه، مع سوري مع اكثر من ابلكيشن، اكثر من مكان، عشان مرات يجيب داتا وياخذ داتا ويعطي داتا. فصارت فوجود الانترنت وضح المشكله اكثر، ومش يعني مش كل خلاك وضحها اكثر، لانه صرنا بحاجه احنا لما نوجد الانترنت صرنا بحاجه لانه نتناقل بيانات وبروسيسز. وهذا التناقل كشف عن مشكله الداتا انتجريشن. هلا نيجي لهذا الموضوع احنا فيما بعد. طيب زي ما حكينا انه ممكن نفرق الهيتروجينيتي، يعني اللي هي نسبة التجانس، نسبة مقدار التجانس والاختلاف بين بعض في الداتا. زي ما حكينا في عندنا نين هيتروجينيتي differences في الفوكابلوري اللي بنستعملها، في عندنا meaning، meaning يعني انه في اشياء انا بعرف، يعني زي مثلا سلري، عندي سلري في السكيما، انا قصدي فيها النت سلري، نغم قصدها فيها الجروب سلري، فحتى لو لها سلري سلري بس ديفرنت مين مزبوط. وزي ما قلنا كمان الداتا ستراكشرز والتايب، حتى التايب تاع الداتا، التايب يعني حتى الداتا تايب تاع الداتا، في ناس معتبرها نمبر، في ناس معتبرها سترينج، في ناس معتبرها ديت، في ناس معتبرها اكبر، مشان مثال كان مشكله 2000. ففي ديفرنت ستراكشرز وتايبس للداتا. في عندنا الرولز والكونسترينتس، انه في اشياء حتى لو السكيما والنيمينج والمينينج والتفكير، بس في رولز. يعني مثلا واحد بيجي بيقول مش مسموح انك تسجل كورس الا وانت لازم تبقى مخلص مثلا الماده الفلانيه. بس في جامعه ثانيه نفس السكيما ونفس الداتا بيس بس عندهم رول ثاني، بزنس رول ثاني، بتقول لا مسموح لك تسجل الشيء، او مثلا مش مسموح لي انا اشتري ارض الا مثلا اكون جايب براءة دم، فلازم يكون مسجل براءة، او لازم يكون معي براءة دم. فحتى لو في الداتا اللي راح اسجل فيها، في السجل اللي راح يسجل فيه البيانات نفس السكيما مع حدا ثاني، بس في شيء هو مش مكتوب في مكان اللي هو البزنس لوجيك. مرات هذا مش مكتوب بكون differences. وزي ما قلنا الداتا موديل، في حدا مخزن البيانات تبعته في كوبول، في حدا مخزنها بريليشنال داتابيز، في حدا مخزن البيانات تكست فايلز، في حدا مخزن البيانات اكس ام ال، في حدا بيستعمل ار دي اف، في حدا بيستعمل فاحنا كمان ضعنا في انو داتا موديل الداتا تبعتنا مخزن. في اذا بدكم في النيمينج والمينينج هيتروجينيتي بركز على في شيء اسمه السينونيمز والهومونيمز اللي هي ايش هو السينونيمز. في حدا بسمي امبلوي، في حدا بسمي كلير، في حدا بسمي اكزام، في حدا بسمي كورس، في حدا بسمي بيرسون، في حدا بسمي امبلوي، في حدا بسمي ستودنت، في حدا بسمي بيرسون، في حدا بسمي كود، في حدا بسمي نام. في حدا هذول، بس هذول ايش؟ مرات بنستعملهم as synonyms حتى لو اختلفوا، بس قصدنا فيهم exactly the same. قد يكون، وقد يكون في عندنا كمان استعملنا نفس الكلمة اللي هي على فكرة هاي البروسيم، لازم نسميها البروسيم، انه different sorry same naming، يعني نفس الاسم بس في اكثر من معنى. هون مثلا سيتي، مرات سيتي اوف بيرث، وهنا سيتي اوف ريزيدنس. سالري زي ما قلنا نت سالري ولا جروس سالري. في عندي مثلا سيكشن اوف ديفيجن، بس بجوز قصدي هون السينونيمز. هيك امثله. طيب لما يستعين يعني خلينا نقول الفنيين اللي زيكم، في عندنا مرات شيء attribute
يعني في حدا مسجل قديش ساعة صرت في كشف العلامات، قديش ساعة صرت قاطع، يعني حاطها كفيل كأدنى بيون. في واحد يقول لك لا هذا مسجلهاش، هذا بحسبها حساب، صح؟ في عندي حدا مسجل الاشي زي كلاس او حاطه تيبل، في واحد حاطه كول، صح؟ يعني اشي مسجل معلومة عن شغلة، زي مثلا هو ساعدني ادرس، في عندنا قد يكون تيبل ادرس وداتا بيس ثانية، هذا بس كل يعني انتيتي او لا ريليشن. وفي عندنا ديجرام ابستراكشن ليفلز، الادرس في حدا مسجل الادرس وان فيل، في حدا مقسمه، في حدا مسجل الفول نيم كله از فول نيم، وفي حدا مسجله كا فيرست نيم ولاست نيم، فديفرنت ابستراكشن ليفلز. ها في حدا حاط تيبل اسمه بيرسون، وفي ده واحد ثاني في تيبل ثاني واحد مصنفهم ستودنت وامبلوي، فيش عنده بيرسون، بس هناك هذاك حاط بيرسون، فديفرنت ليفلز اوف ابستراكشنز. هذا مثال اخر، بتعرفوا ايه انت ريليشن شيب اي ار، خلينا نسال واحد واحد، تعرف فيها؟ تعرف فيها ديما؟ ديما؟ حنين تعرف انت ريليشن شيب؟ انا ما بعرفش انت ريليشن شيب دايجرامز، انا ما بعرف ايش، انا ما بعرف ايش كل بعرف. طيب شوف هاي بيرسون، واحد مصنف مان وومن، واحد حاط جندر بس، في عندنا هاي واحد حاط البوك له ببلشر، واحد حاط البوك حاط له ايش، هذا اكل مش انت، هذا حاط انه امبلوي بيشتغل في ديبارتمنت والديبارتمنت فيه مشاريع، هذا حاط انه الامبلوي بيشتغل على مشروع مباشر، صح؟ ما حدا مرات في الـ في الـ في التايب في التايب اوف داتا، بدي اورجيكم بس كمان يعني، بس انا كان بعرف بالمشكله عندي انه في عندنا في التايبس بتاعت الداتا، في حدا محل مسجل جندر انه ميل او فيميل، في واحد ام او اف، في واحد زيرو او 1. هلا year has 4 digits in one schema and 2 digits في سكيما ثانية، ما بلزمش اسجل اربع ارقام، سجل رقمين. طيب في حدا مسجل سعر الكتاب باليورو، في حدا مسجله في اليو اس دي دولار، في حدا بيستعمل الكيلو، في حدا بيستعمل الباوند مثلا، في حدا بيستعمل الجرام، في حدا بيستعمل الكيلو، وهم جرب. هذا بس اكزامبلز على التايب، شكل التايب بتاعت الداتا. طبعا يعني هذا لسه غير الداتا تايب، سترينج وانتجر والى اخره. في الرولز والكونسترينتس، شوف هاي شو بتقول؟ انه وان امبلوي بيشتغل في سوري انه ديبارتمنت بيتكلموا اكثر من امبلوي، وانه ايش؟ وانه المشروع بيشتغل عليه اكثر من ديبارتمنت. هون وان امبلوي يعني هون الامبلوي بيشتغل في كم ديبارتمنت؟ في واحد مسموح له يشتغل في واحد، هون مسموح له يشتغل في اكثر، لاحظين ها وها مسموح له يشتغل في اكثر من مكان، ها هاي ها بروجكت نسجل عنه معلومات، هون في عندنا كود وهون في عندنا كود، بس هون في عندنا اشياء اخرى عن البروجكت. ففي عندنا مرات مش عارف انا هاي شو بتعمل صراحه، ناسي كل ففي عندنا مرات كثير رولز رولز على الداتا بتختلف. زي حكوا لي مثلا في سجل السكان في وزاره الداخليه، مرات هلا رقم سوري في على ظهر الهويه تبعكم في رقم غير رقم الهويه، هل هذا الرقم طلع يونيك؟ طلع لا، وين طلع يونيك على المكتب
الداخليه اللي بيطلع منه. يعني هو رقم برنتر اذا بدك. ف هلا هي اشياء مرات انت مش مسجل حتى مش مسجل مرات بالسكيما زي هيك. ها؟ طيب. وقلنا كمان ديفرنت موديلز، ديفرنت داتا موديلز للداتا. هاي عندي انا سكيما، هاي عندي انا سوري يعني سكيما وداتا مخزنه هون في ريليشنال موديل، وهي في عندي في جراف داتا مخزنه في جراف ثاني، فهي بتيجي في الداتا. واضح؟ طيب في حدا عنده اي سؤال؟ بدنا نناقش شو بتطرحوا، شو بتقدروا تعبروا؟ يعني بدي اسمع اذا في حدا عنده اقتراح لمشاكل اخرى نحكي عنها، او اذا واجهتكم انتو لانكم موظفين في كثير من المؤسسات، اذا واجهتكم مشاكل انتجريشن. يلا اعطي كيس ولا اعطي كيس. مثلا احنا في الطابو عمل في الاراضي، سلطة الاراضي إذا بصير أي تعديل على ملكية طبعا من غير الاسم، فهذا الإشي لازم ينعكس في ضريبة الأملاك. هم بدورهم بياخذوا الأسماء والأراضي طبعا، بس وجدنا مشكلة إنه الأراضي أو الـ IDs أسماء الكولومز عندهم تختلف عننا. مثلا البلوك عندهم اسمه بيختلف عننا، فصار في عندنا مثلا زي إشي في النص يعمل بين يشتغل بينه وبينهم. أدابتر يعني الأراضي وين تسجل؟ في سلطة الأراضي على هيك على كل فلسطين، وكمان تسجل في ضريبة في أو في وزارة الدائرة وزارة المالية.